تمشي تبحر، والأكيد أنه فما نشاط للحماية المدنية، خاصة ديما فما نشاط مكثف في نهاية الأسبوع. فكرة على كل نشاط الحماية مع العميد معز تريعة. سيد العميد، مرحبا بك. صباح النور. صباح الخير. صباحية لكم وطالي جميع المستمعين. مرحبا. مرحبا بك. هو يمكن التركيز يصير برشا على الشطوط، أما هو نشاط الحماية المدنية لا ينتهي في كل المجالات. بالفعل، ما بالنسبة لتدخلاتنا ما يعني تشمل جميع أنواع التدخلات، متى سوى من إنقاذ، إسعاف على الشواطئ، إسعاف الطرقات، يعني كذلك الحرائق بصفة عامة، الحرائق بتبعتها اللي تشمل الغابات، المزارع، تشمل كذلك المحلات السكنية ومختلف أنواع الحرائق. كنت تحب نعطيك بعض الأرقام في خصوص الحوصلة نتاعنا حول نشاطنا خلال يعني نهاية الأسبوع. صحيح. بالنسبة لنا احنا في مجال الحرائق عندنا 251 حريق هذا تم تسجيله خلال يعني كما قلنا نهاية الأسبوع. نجد الإسعاف بالطرقات عن 391 يعني تدخل، يعني فهم 457 مصاب وتسعة حالات وفاة. هذه نحكيه على نجد الإسعاف بالطرقات. بالنسبة للتدخلات اللي دخلت فيها الحماية المدنية، أي تدخلت إسعاف في غير حوادث المرور، يعني بالنسبة لسيارة الإسعاف تعرف أنت كي تدخل في أي تدخل آخر، سواء الإنقاذ بالشواطئ على الطرقات في أي مجال آخر، عن 606 تدخل. الكل المجموع العام تدخلاتنا هو 1280 تدخل. هذه في نهاية الأسبوع برك، في نهاية الأسبوع فقط 1280 تدخل، فيها 32 حالة وفاة، هذه على مستوى نهاية الأسبوع وتشمل جميع أنواع تدخلاتنا كما قلنا. بالنسبة للتسمت كذلك تدخلاتنا على مستوى يعني نجدة بالشواطئ، يعني عندنا نشاط كبير، ما تعرف انت نهايه الاسبوع وكذلك يعني فما درجات حراره مرتفعه خلى اقبال كبير على الشواطئ في جميع مثل المناطق الساحليه التونسيه. البارح دخلنا في 15 يعني تم يعني اسعاف وانقاذ 15 شخص على الشواطئ، يعني هذوما تقولوا راهو ما تبانش تدخلاتنا، ماهيش بخلاف يعني تدخلاتنا العادية في الشواطئ مثل من إسعاف أو بعض الجروح أو بعض الإصابات، لكن هذا نحكي على يعني تدخلات لإسعاف وإنقاذ أرواح أشخاص، يعني ما تفهمش كون متمنى وقع له توقف قلبي او يتم اسعافه وتقديم الاسعافات على اي مكان ثم نقله الى المستشفى على انه مش تدخل منهم. يعني شمت مثلا شواطئ يعني بنزرت ما كبنت بالنابل كذلك تونس، يعني المستير سوسة، هذوما المتشواطئ اللي دخلنا فيهم اللي سجلنا فيهم الحوادث هذوما الهامة، وللاسف سجلنا 3 حالات وفيات. هذه بالنسبة لثلاث حالات وفيات، عندنا فتاة عمرها 18 سنة هذه متى توفيت الله يرحمها، وكذلك عندنا متى زوج توفوا في شاطئ متى كيف العابد بجهة سجنان، يعني تم تسجيل زوج توفوا في المستشفى بعد أن تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى وتوفوا الله يرحمهم وصبر أهلهم. كذلك عندنا زوج حالات وفيات متى غرقا متى في جابية وفي تنال جابية على مستوى القصة الشمالية، طفل عمره 5 سنوات وكذلك. وبالنسبة لل على مستوى يعني كذلك في قناة المجردة البارح سجلنا متى وفاة طفل عمره 6 سنة كذلك في جهة متى البطان متى من ولاية منوبة. بالنسبة كذلك متى تسمت تدخلاتنا على مستوى متى نهاية الأسبوع كذلك بعدد من الحرائق والغابات، مثل البارح فقط تم تسجيل 6 حرائق غابية متى حرائق الغابات عن وال يعني 6 الحرائق هذه عن دواجة فيها 2 حرائق أو في أولة قاسم بنبزة وجبل الزاقة بالزاقة بنبزة. كذلك بولاية جندوب عن 2 حرائق متى واحد في فرنانة واحد بمنطقة الحدب بغازيمان، وكذلك بالنسبة للنابل عندنا غابة دار شيشو وبنزرت جبل المنارة راس نجلة. الحمد لله وبفضل تضافر جهود ما بين إدارة العام للغابات والحماية المدنية وتدخل الحيني أمكن يعني الحد من
الصيف عليهم والحد من الخسائر. الخسائر كلها ما تتجاوزش مثلا 5 هكتارات 6 هكتارات في بعض التدخلات، ما عدا بنزرت في جبل المنارة حوالي 8 هكتارات. الحمد لله ما كما قلنا رغم صعوبة التضاريس ورغم أني في أوقات معينة كما بعض الرهيب وخضوب بعض الرياح إلا أمكن لأنه أمكن السيطرة على الميران هذية. وحاليا ثم يعني حراسات وتوقيعية موجودة غاديك لبعض الشحنات تاعنا مع إدارة العام للغابات، وإن شاء الله متوضع مطيان تحت السيطرة والحمد لله إلى هذه هذه الساعة. الحمد لله. نقول للناس ردوا بالكم على رواحكم سواء كنتوا في الشطوط وإلا كنتوا على الطريق وإلا كنتوا تعملوا في الكامبينج في الغابة، ردوا بالكم على رواحكم وردوا بالكم على الأماكن اللي حولكم خاصة الناس اللي تمشي للغابات. الحماية المدنية عملت 251 تدخل في نهاية الأسبوع في مخص الحرائق، 371 تدخل على الطرقات، 606 تدخل لسيارات الإسعاف متاحة، وتم إسعاف وإنقاذ 15 شخص على الشطوط، إضافة إلى المساهمة في السيطرة على الحرائق الغابية اللي كان يحكين عليها العميد معز دريعة. يعطيكم الصحة، إن شاء الله ربي يقويكم ويقدركم على أنكم دائما تكونوا في خدمة التونسيين. شكرا لك سيد العميد معز دريعة.